يا هلا وسهلا فيكم، انا الان في كورنيش الدمام شرق السعودية. يا هلا، واللي يبغى ينبسط بالدلفين وعروض سلك وجلسات ولعب اطفال ومطاعم يجي وين؟ قرية الدلفين اللي بالقرب من جزيرة المرجان. أو في اليخت ومبسط في البحر. وتتوسط جزيرة المرجان مأذنة ملوية على الطراز العباسي. هواة الصيد والصيادين إذا حبوا يصيدون ينطلقون من هذه المنطقة. شوفوا جمال السفن التراثية الجميلة، ما شاء الله.
وهنا شبكة الصياد. We once had a teacher, a teacher of teachers. He changed the world. وبإمكانك تمارس رياضة المشي على الرمل الحر على البحر مباشرة، أو تمارس رياضة المشي على ممشى الكورنيش بين الأشجار هذه الحلوة. مشروع الواجهة البحرية من المشاريع المهمة على كورنيش الدمام. جميل، مكان واسع وحلو، لا يفوتكم إذا جيتوا كورنيش الدمام. واللي يحب سيارات الفود تراك، سيارات الأطعمة، لا ينسى يجي هالمنطقة عند الواجهة بالضبط، عند الواجهة البحرية في بدايتها، سيارات للأطعمة وللكافي وسيارات جميلة ما شاء الله. ما شاء الله الواجهة البحرية حاضنة للفعاليات والمهرجانات ما شاء الله. الواجهة البحرية في الدمام مكان للتنزه، هو كورنيش، هو منتزه، هو مكان للألعاب، هو مكان لممارسة رياضة المشي، مسطحات خضراء، مكان واسع ما شاء الله، يعني مكان صراحة يعجز الكلام عن وصفه. واخيرا انتهت جولتي وان شاء الله انبسطتوا. والى متابعيني في القناة اليوتيوبية، لا تنسون اشتراك، لايك، وكومنت، تعليق صغير حلو. تحياتي واحد الاحساء.